السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم غنقدم لكم كيك بالشوكولات، كيجي رائع خفيف بزاف وناجح، وغندرج لكم إن شاء الله جميع أسرار نجاح الكيك. بقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة ديال التحضير. في المقادير غادي نحتاج 4 البيضات، نجبدوهم من قبل من الثلاجة، يكونوا بحارات المطبخ ضروري باش كينجح معنا الكيك. غنحتاج 200 غرام ديال سكر سنيده، ما يعادل كاس وربع ديال العنبه. نفس الكاس غنعبروا به الزيت، 250 مليلتر ما يعادل كاس وربع كذلك. وغادي نحتاج كاس غير مملوء جيدا، تقريبا واحد 190 مليلتر ديال الحليب يكون دافئ. عندنا كوب ديال دانيت شوكولا، غنحتاج 2 ملاعق كبيره ديال الكاكاو، قليل من الملح، وجوج خميرات كيماوية من فئة 8 غرام ما يعادل 16 غرام. غنحتاج بشور برتقالة، ممكن تعويضها بنكهة يعني بقهوة سريعة الذوبان، من واحد معلقة صغيرة، أو لا الفانيلا، يعني البرتقال كيتواتى معاه بزاف بزاف، واللي كيفضل لك هاد القهوة يضيفها ماشي مشكل، يعني النكهة كتبقى اختيارية. وغادي نحتاج الى الدقيق، عندنا هنايا تقريبا 250 غرام، 2 كؤوس ونصف، وكيبقى على حسب الخليط، حسب يعني حجم البيض والنوعيه ديال الخليط. وعندنا ملعقه ديال الخل. عندنا طريقه سهله جدا، غادي نضيف البيض، ممكن نستعملوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي ونطحنوا عادي، يعني اللي كنطحنوا فيه العصير. انا غادي نستعمل الباتور، غنضيف البيض معاه الملح والسكر يعني بشور ديال البرتقاله، وغنطلع مزيان بالباتور حتى كيبيض شويه الخليط. ممكن ملي كيبيض الخليط، وكي قلت لكم ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي. غنضيف الزيت كأس وربع، يعني نفس الكأس كنعبروا به الكل. غادي نطلع مزيان بالطراب، عاد نضيف الحليب يكون دافئ باش كيتنجح معنا الكيكه، ما نستعملوش المقادير اللي هي بارده. ثم دانيت حتى هو بحراره المطبخ، ونستمر في الخفق حتى يتجانسوا، يعني كنبغيش نخدم الباتور باش ما يزعجكمش. ملي كيتجانسوا مزيان غنضيف دابا الدقيق، غادي نغربلو، ضروري نغربلوه مع الخميرة الكيماوية 16 غرام وجوج ملاعق كبيرة ديال الكاكاو. وانا كنحرك غير بالطراب اليدوي، ما نكتروش في التخلاط في المرحلة ديال اضافة الدقيق، وتحاولوا تكون العجينة اللي هي يعني مرخوفة شوية، ما تكونش قاصحة، كل ما كانت مرخوفة كتجي مزيانة. غير اللي ما كيستقليهاش نهائيا الكيك في الفران ديالها، يعني كيكون الفران خايب، تحاول تقلها شي شوية باش كتعاونها انها ما تطلعش وتعاود تهبط. غنستمر كنغربل وانا كنحرك حتى ما كيبقاش العجين عندنا مكور. هذا الخليط فهو كيهز بين 250، ممكن نضيفه القليل الا كان عندنا البيض حجم كبير. وفي الاخير غادي نضيف ملعقه ديال الخل. الدور ديالها انها كتجيب الكيك خفيف وشيش، وفي نفس الوقت كتحيد لينا داك الزفوره ديال البيض. بالنسبه للمول فخاص ضروري تستعملوا في هذه الوصفه مول اللي هو كبير، ما تستعملوش صغير بزاف، يعني ولا ممكن تستعملوا مربع اولا دائري عادي، غير يكون شويه كبير. انا غندير هذا الغارق هذا، وخاص غير غارق كما كتلاحظوا معايا. غادي ندهنو مزيان بالزبده من جميع الجهات، ثم نرش بالدقيق، ضروري يتدهن المول كامل ويترش كامل بالدقيق من جميع الجهات باش كيلقى الكيك فين يطلع مزيان، يعني نوصلو الطحين والزبده حتى للفوق. نزول داك الفائض ديال الدقيق اللي تيبقى ليا، نجيب العجين ونرفع يدي الفوق، عاد نديرو في المول بهذه الطريقه هذه. كما كتلاحظوا العجين تيكون مرخوف شيئا ما، ما يكونش قاصح باش ما كتجيناش العجين مدقس من الداخل. بالنسبه للفرن فممكن تدخلوها الفران مسخن من قبل وتنقصوا عليه تقريبا 170 حتى 180 وتخليوها تطيب على خاطرها، خصوصا الا كان عندكم المول غارق بحال هكا. ف
فخصها تقريبا واحد 60 دقيقة. انا غندخلها الفران بارد تدوز 60 دقيقة ولا 60 دقيقة للفوق، عاد نفتح عليها، ما نفتحوش من قبل لانها كتكون طالعة وهي مازال خضراء وكتعاود تهبط لينا وكيضيع الكيك. داكشي علاش بزاف الاخوات يقول لي كتكون منفوخة كنخرجها كتهبط، لانها كتكون ما واخداش وقتها ديال الطياب، هي كتبرد كتعاود تهبط لينا. كيما قلت لكم نخليو لها الوقت الكافي، ما نحلوش عليها الفران، دوز 60 دقيقة. الا كان المول غارق كان قصير فماشي مشكل، في ساعة كطيب كنقلبها بواحد السكين كندخلو على هذا الشكل، وهي بشويه الا خرج لينا شوف بحال هكا كنعرفها طابت، ما كان شيء كنعاود ندخلها تكمل الطياب ديالها وما نفتحوش عليها. كنأكد عليكم قبل ما يدوز المده الكافيه، كما تلاحظوا انا خليتها 60 دقيقه لان عندي المول غارق بزاف، عاد فتحت عليها والعافيه تكون مهيله. دابا غادي نخليها تبرد مزيان. الاثناء نوجد الصلصه اللي غادي نزين بها الكيك، غندير قطع من الشوكولاته على حسب الرغبه. انا تقريبا هنا غندير واحد 10 ديال القطع، غادي نضيف معاهم الحليب، واحد ربع كاس ديال الحليب كتشوفوا معايا، وغادي نضيف الزيت. غنحسب لكم بالمعلقه، انا دائما كندير عيني ميزاني، وانما واحد جوج ثلاثة أربعة ديال المعالق ديال الزيت، تقريبا واحد الملعقة صغيرة غير ملوءة ديال القهوة سريعة الذوبان. أنا نرمهيلة حتى كيدوب هاد الخليط. ملاحظتو أنا بديتها فوق النار غير كيغلي هاد الخليط على هاد الشكل، صافي كنطفي عليه. الكيكة كنحيدها من المول ديالها وكنخلي حتى لهاد الخليط حتى هو يبرد شيئا ما باش كيتقال ما كيبقاش سائل. كنزين به الكيك بالشكل اللي بغيتو، انا غادي نديرو غير بهذا الشكل العشوائي، ولا بغيتو تقبوها بالفرشيطه باش تشرب هاد الخليط، كتجي فازقه شويه من الداخل بهذه الطريقه هذه، ولا فرشيطه انا غنغرقو لانها عاليه، ونضيف الكمية الأخرى ثم نزين الكاوكاو أو اللوز أو اللوز إيفيلي أو الكوك، يعني كيبقى على حسب المتواجد عندكم، زينو الطريقة اللي بغيتو. وهذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما بردت بشكل جيد في الثلاجة، كتجي رائعة جدا ناجحة وكتجي خفيفة. أكيد نقطعها باش نوريكم كيفاش كتجي من الداخل، كتجي خفيفة بزاف بزاف، والمذاق ديالها كيجي هائل، يعني خليط من الشوكولا ونكهة البرتقال والقهوة اللي في الصلصة، كتجي رائعة جدا كما كتلاحظوا عن قرب. كنتمنى تكون باينة لكم بشكل جيد، كتجي خفيفة بزاف وكما قلت لكم لذيذة وناجحة 100%. كنتمنى تتبعوا النصائح، تجربوا الوصفة بالمقادير ديالها، أكيد غتنجح معكم وتعجبكم. شاركوا الوصفة مع الأصدقاء والعائلة، وما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما جديد الوصفات، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.